لا، الرز الأمريكاني، طريقة الرز الأمريكاني: كوب على 3 أكواب ماء وزيت مالح، سواء كبسة، مندي، شعرية، متحمر، حبة حبة، مثل الرز المعلى، ما شاء الله. هذا الله الله، طريقة الرز الأمريكاني، الله الله الأمريكاني، الله الله على الرز الأمريكاني. ولا تقول فلاني ولا علاني ولا مكاني ولا زماني، رجعتيني يا مامي زمان تاني، ده الرز الأمريكاني، الله الله على الرز الأمريكاني، رجعتيني يا مامي زمان تاني، يا أمريكاني أمريكاني يا بابي ومامي من تاني، الله الله على الأمريكاني، رجعتوني يا مامي وبابي زماني تاني، الله الله على الأمريكاني، كله كله أمريكاني، ترزي أمريكاني، الله الله على الأمريكاني، رجعتيني يا مامي زمان تاني، رجعتيني يا بابي زمان تاني، رجعتيني يا مامي، رجعتني يا بابي، رجعتوني رجعتوني زمني تاني، رجعتوني رجعتوني زمني تاني، الله الله على بابي ومامي، رز رز أمريكاني، ترز أمريكاني، الله الله على الرز الأمريكاني، الله الله على الأرز الأمريكاني، وطريقته سهلة ونعيدها من تاني: كوب ماء، كوب أرز عليه 3 ماء، كوب أرز عليه 3 ماء، وملح وزيت كمان حسب الرغبة أمام، الله الله، وبشعرية ومتحمر حبة وحبة، وكمان كبسة ومندي، الله الله على الأمريكاني، رجعتوني يا بابي ومامي زمني تاني، الله 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 على الأمريكاني، أرز أمريكاني وطريقته سهلة من تاني، كوب 3 أكواب وماء وزيت، الله الله.